ربناهم من عرق جبيننا وبالحلال، والحمد لله ربنا ردوا علينا بالحلال برضه الحمد لله. لله. قولي لي بقى، جات لك كوابيس اترعبتي؟ طبعا طبعا، كنت خايفه ادخل انا واطلع من غيرها، بدليل اول ما فقت اول شيء سالت عليه شروق، طب صوروها لي على الموبايل لفريق الرعايه. وبصراحه برضو فرصه ان انا اشكر فريق الرعايه والعنايه، يعني فريق التمريض، فريق الدكاتره، الدكتور محمد كان يعني بصراحة مع كل الاحترام والقيمة والقامة والموضع الرفيع اللي هو فيه، كان بيحنوا علينا حنو الأب، يعني كان بيتعامل معانا. حضرتك بتشتغلي يا مدام منيرة؟ لا أنا ربيت بيت. حضرتك خريجة إيه؟ كلية زراعة المنصور. أنا اتشرفت، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، فرصة سعيد. أنا مش عايزة أقول أكتر من كده، لأنه هو دكتور محمد تعامل بمنطق الطبيب والإنسان مع بعض، بس أنا عايزة أتخيل اليوم اللي الشروق فيها تيجي تتجوز ومدام منيرة بقى، يعني الموضوع على فكرة أكبر وأعوص بكتير من إنها بنتك. لا ده بقى يعني حجم كبير، مش عارفة أتخيل أو أتصور إيه الموقف بالظبط، بس طبعًا هيبقى يعني قمة السعادة وقمة الفرحة، وطبعا هدعمها بروحي وباعصابي وبكياني كله، يعني مش هقدر انفصل عنها، لازم هكمل معاها للاخر، لان هي انا المفروض تاريخ ميلادي من تاريخ العمليه، انا النهارده عندي سنه وثلاث شهور. ربنا يديكي العمر كله.